اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده المطبخ معانا بساطه سهوله مرونه. معانا صدور فراخ ومعانا حبايه اناناس. انا بجيب المشتريات بتاعتي، بحب دايما اروح عند بتاع الخضار استمتع بنعم ربنا علينا من خير ارضنا، فواكه لطيفه، يستفند، برتقال، غاوي اشتري الحاجه بنفسي. فشفت الاناناس في عز جماله ودلعه، فجبت حبايه اناناس ممكن يكون سعرها دي تعمل 50 60 جنيه، بس لطيفه وحلوه. الاناناس مفيد جدا، فيتامين سي ومعادن وقيمه غذائيه عاليه جدا، وحاجه مش موجوده دايما. حابب النهارده اعمل مزيج ما بين صدور الفراخ مع الاناناس، لها فكره هشوف نعملها مع بعض ازاي. الطبق ده مشهور في بعض المطاعم ولكن بيكون سعره غالي. معانا كمان محاشي النهارده مشكله، بس المحشي النهارده بتاعنا مش ورق عنب ولا كرنب، معانا كوسه وبتنجان اللي هو اليالنجي من المطبخ السوري او المطبخ الشامي، يعني المحاشي اللي هي بالزيت بتتحشي بقدونس ورز، دبس الرمان في ليفر، وبيبقى طعمها لطيف. زيت الزيتون هنا ودبس الرمان بيكون مسيطر على الطعم. معانا سلطه بتعالج الانيميا لمشاكل الانيميا، بما كمان ان احنا يعني محتاجين ندعم ولادنا. سلطه البرجر بالذره هشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. مش عايز اطول حضراتكم، تفاصيل كتيره في الحلقه وافكار بسيطه وسهله ومطبخ متجدد. هستاذن حضراتكم نطلع فاصل صغير او هتروحوا بعيد، تابعوني. شكرا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الدقيقة انك تعملي اكل مميز. الاكل بتاعك لازم يكون في وسط العيلة كده له شماخة وله طعم تاني، وتكوني مميزة بعمل محشي مثلا، محشي زيت وليمون بيسموه يالنجي في المطبخ الشامي، مقاديره على الشاشة. معانا كوسة وبتنجان لونين، الابيض والاسود، وده موجود عند اي حد فكهاني بتاع خضار. كوسه بتنجان، بس نصيحه مني تنزلي من نفسك تشتري الحاجه. ومعانا رز مصري، دبس الرمان، بقدونس مفروم، فلفله حلوه، طماطم، كل ده مع بعضيهم. تعالوا نعمل خلطه اليالنجي، نشوف نعملها مع بعض ازاي. طبعا دي ما فيهاش لا لحمه ولا فيها حاجه خالص. تعالوا نعمل الصوص بتاع الخلطه بتاعت اليالنجي بطريقه سهله كده وبسيطه. اساسي طبعا زيت زيتون وشويه ملح وشويه فلفل. دي في البدايه خالص. زيت زيتون وعصير ليمون عشان ننزل الرز يدوب شويه في الخلطه دي. واليالنجي اللي هو زي اللي هو المحشي بيحتاج لزيت زيتون كتير شويه، خلي بالك. هنبدا ننزل بالملح هنا والفلفل، تمام. دبس الرمان ده اساسي، خلي شويه عشان نشرب بيهم المحشي. يبقى انا حطيت زيت زيتون ودبس رمان وملح وفلفل. بقي عندي عصير الليمون، بنزل بيه هنا كده، حلو قوي. ممكن احط طماطم مضروبه في الخلاط او طماطم عصير، مفيش مشكله، زي الفل. اقلب دول مع بعض، مش لازم ده بياخدش كمون بقى. ملح وفلفل، دبس رمان، زيت زيتون، عصير ليمون وملح وفلفل، حلو قوي. التوم اختياري، حبة توم وغاوية توم في المحشي اختياري، شوية توم حلوين. بصلاية مفرومة ناعم ده أساسي. بقدونس بتاعنا أساسي. دي خلطة اليالنج. تاني زيت زيتون، عصير ليمون، ملح وفلفل، دبس الرمان، بقدونس مفروم ناعم، طماطم مضروبة خشنة، معلقة فلفلة حلوة. دي الخلطة، شايفها تقلت ازاي معايا؟ نزل الرز المصري بتاعنا في قلبيها. حلوة، ونقلب. فين اللحمة؟ ده ما فيهوش لحمة. ويفضل انك تسيبيه في الخلطة دي بقى شوية كده. حلوة. ممكن وده يعني وارد انك تستبدلي الرز ببرغل وتسميه يالنجي البرغل، نفس الطريقه. استبدلي الرز بالبرغل، البرغل بتاعنا اللي بنستخدمه في التبوله. الخلطه بتاعت اليالنجي. طعم الدبس الرمان فيها واضح. زيت الزيتون، الثوم، البصله،
بهارات اللطيفه الجميله اللي تدي فرصه لدبس الرمان يبين شخصيته زي الفل. معانا المحاشي بتاعتنا. في دلوقتي بشوف عند بتاع الخضار تسهيلات كتيره. مش تسهيلات بنكيه، تسهيلات على ست البيت. ايه التسهيلات دي؟ ان هي مقوره لك الكوسه والبتنجان، يعني نص الطريق معانا جاهز. وفر عليكي. بس انت للامانه تاخدي الكوسه والبتنجان اللي انت شايفاهم عند بتاع الخضار متقورين دولت، تعملي الخطوه اللي اقول لك عليها دي كده. لتلاشي حاجات كتيره والحذر والامان وكل حاجه. الكلام اللي انا بقوله ده عندي وبس. بكلمكم من قلبي. خدت الكوسه والبتنجان من عند الراجل بتاع الخضار، تحشيها لحمه مفرومه، تحشيها يلنجي، تحشيها ايا كانت حابه، تعملي الخطوه اللي اقول لك عليها دلوقتي حالا. حلو الكلام؟ قبل ما تستخدميها. دي نصيحه مني ليكي، لكل ام بتتابعني، لكل ست بيت بتتابعني، بنادي بصوت عالي. خدت الكوسه، خدت البتنجان من عند الراجل بتاع الخضار اللي موجود عنده على الرف، معاه توم ما تلاقيه متقشر وبسله والحاجات دي كلها. تاخدي وتروحي على البيت، تحطي بوله فيها ميه. حلو؟ تمام. الله عليك يا مغازي. عصره ليمون في الميه. شويه ملح. ايوه زي ما قلت كده، في الميه. اضحكوا ها؟ اللي بقوله ده مهم جدا. شويه ملح في الميه. نعناع يابس في الميه. اللي هو النعناع الناشف اللي بنحطه على الشاي. شويه كمون في الميه. وندوبهم بايدينا كده عشان البركه. تاني اللي انا بعمله ده، خلي بالك انت تقدري تحشي كوسه احسن مني، تعملي بتنجان احسن مني، واللي انا بقوله ده عادي انت ممكن تعمليه بسهوله، بس الخطوه اللي بقولها دي عشان انت اشتريتي الكوسه والبتنجان من محل بتاع الخضار متقوره جاهزه، موجوده على الرف، فهتروحي البيت تحشيه، جايبه لحمه ضاني، لحمه كندوز، هتتعبي وتقفي في المطبخ، فلازم تعبك ده يكون بنتيجه، اللي انا بقوله دلوقتي، حله او بوله ازاز فيها ميه ساقعه من الحنفيه، تحط عليها عصير ليمون، تحط عليها ملح، تحط عليها نعناع يابس، شاي كمون، وبركه ايدك في قلبها كده، حلو؟ وتسقطي ده كله في قلبيهم. اه. قاعدين دلوقتي ماسكين الريموت كنترول ومش عايزين تغيروا القناه الاولى، وتقولوا طب ليه هو عامل الشيف كده؟ بيغسلها؟ لا. بيعقمها؟ اه. والله دي اتقورت بايادي طيبه، نوجه لها الشكر والتحيه، برضه للامان. حلو الكلام؟ بنغسلها؟ اه. والاهم من ده بقى ان انا بعمل الجلده بتاعت الكوسه بطريها شويه علشان ما تتقمش مني، وبديها طعم وفليفر. اذا انا هنا كل الاسلحه معايا، اسلحه الامان. اه. واسيبها ممكن ساعتين ثلاثه اربعه بالشكل ده كده. اه. شفت؟ ميه وليمون بالشكل ده كده، وملح وشويه كمون، والنعناع اليابس، لازم النعناع اليابس. وعندي الحشوه بتاعت اللطيفه، ونبدا ان احنا ايه نحشي. اخدها من الميه دي كده اصفيها، واتاكد الميه دخلت جواها وطلعت. خلي بالك. اه اه شفت الحبايه؟ بص عليها كده مخرجنا الجميل، تقدر تخش بكرين جوه. انا عارف امكانياتنا عاليه، امكانياتنا عاليه، نجيب الطاوله الحلوه دي كده. اه 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 ونحشيها كده. وانت بتحشيها بقى يا ست الكل اعملي حسابك ان الرز المصري عضلاته قويه جدا، يعني نشويات وكربوهيدراته، ادي مساحه لحبات الرز تفرد عضلاتها جوه، فتحشيها التلتين وتسيب التلت فاضي مش للاخر، عشان ما تبقاش حبات الرز جوه ناشفه. البتنجان تلاقيه مستوي وحبات الرز مش مستويه، تلاقيها لسه ايه ناشفه. اه وما تهزهاش جامد. اه زي ما انا بعمل كده. اه اه حلو. بس وتسيبها مهويه شويه كده. اه تاني الكوسه، ولازم تشتريها بنفسك. اه لان الراجل بتاع الست اللي عملت الحاجه دي يعني هي مش هتحط تاريخ صلاحيه، هي ست طبعا بتجتهد ومصدر رزق حلو، بنوجه لهم الشكر والتحيه، وربنا يديهم الصحه يا رب. احنا بنضمن الحاجه تبقى كويسه، بيساعدونا، بس احنا برضو نحط في الاعتبار ان احنا نروح البيت نعمل اللي انا قلته ده، ميه ليمون ملح نعناع يابس اللي هو النعناع الناشف. طب يا شيف مغازي انا قورت الكوسه في البيت والبتنجان، ما تزعلش، ما رحتش اشتريتها، جبتها وقورتها في البيت، اعمل اللي انت عملته ده. اه علشان حبيت البتنجان والكوسه تاخد طعم النعناع اليابس وتبقى طريه في ايدك ولطيفه. اه
وتاخد طعم من جوه. اه نحشي كميه كده. اه محاشي مشكله، بتنجان، كوسه، والبتنجان لونين ابيض واسود. حلو. على الاستاذ عادل امام ربنا يديله الصحه، يا ابيض يا اسود، عايز اجابه واضحه. تعالوا مع بعض نسويه. هنسويه ازاي؟ هو ده في طريقتين. الطريقه الاولى عندك شويه عكاوي حلوين، شويه كوارع ماشي، شويه ريش حلوين ماشي. احنا معانا فراخ النهارده فمش هيبقى فيه عندنا يعني نوع واحد بس، هي لحوم يا فراخ، مفيش مشكله. في طريقه تانية اليالنجي. نعمل ايه بقى يا عم الشيف؟ اه يعني اليالنجي ده، سوري انا اسف، ما يتحطش معاه لا فراخ ولا لحمه، انا اسف سرحت انا في ابيض اسود، ما عشان اللي بيشوفوني دلوقتي اخواننا السوريين واللبنانيين يقول لك الشيف المغازي بوظ القاعده بتاعتنا. اليالنجي لا يتحط اللي معاه فراخ ولا لحمه ولا عكاوي ولا ريش ولا اي حاجه. اه عايزين نسويه، نسويه ازاي؟ والله العظيم انا طيب، انا بتكلم اللي في قلبي واللي في قلبي بيطلع على لساني، ونسيب الكل على الله سبحانه وتعالى. معانا الحله على النار، هنسويه ازاي؟ بطريقه بسيطه وسهله. انا معايا هنا بوكيه جرنيه، عظم فراخ، عظم لحمه، كرفس، بصل، وتوم، ميه لطيفه بقت اتحولت لشوربه، ده طعمها جميل جدا. ببدا ان انا اساوي الخضار بتاعي ده كده ازاي؟ باخد الكميه اللي احنا عاملينها دي كده ورصها في الحله دي كده. الشكل ده كده. اه. ممكن نحط تحت منها قالب شويه توم، شويه بطاطس، طماطم. آه. شكل المحاشي في قلب الحلة بألوانه الحلوة بيتكلم مصر. آه. هنقول دي أكلة سورية نوجه لها التحية، هنقول دي أكلة لبنانية نوجه لها التحية، بس اللي بيعملها خفة يد مصرية، فإذا الأكلة باللي بيعملها. آه. بس الفكر الطهوي منين؟ من بلاده، عشان كل واحد ياخد حق. زي الفل لغايه كده، زي الفل يا عم الشيف، ربنا يبارك لك. اعمل ايه بقى؟ بجيب طبق صغير كده او غطا حله صغير، عينيه. حاضر. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بناخد الشوربه بتاعتنا الجميله الحلوه دي كده، محاشي مشكله يا لينجي، وباجي حاطط دي كده هنا كده، وناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير. يعني دي مش زي ورق العنب بنضغط عليه جامد، هي بس كده عشان الكوسه ما تطلعش فوق ولا البتنجان. ما ينفعش ان احنا نحط تقال جامد عشان الكوسه والبتنجان ما يتجرحوش ويتكسروا، فبنحطها كده بسيطه صغيره، دي بتقدر ان هي تسقط الكوسه والبتنجان يبقوا تحت. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، بعد الفاصل هنرجع لتفاصيل حبايه اناناس حلوه هنعملها ازاي مع الدجاج، مع الدجاج او مع الفراخ، ومعانا كمان سلطة البنجر بالذرة ومحاشي مشكلة يا لينجي النهاردة. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل عمل شوية محشي زي ما حضراتكم شايفين. يا لينجي ده المسمى الطهوي بتاعه، ولكن هو محشي زيت وليمون بيسموه محشي بالزيت، بالزيت يعني بياخدش لا لحمه ولا اي حاجه. موجود معانا، هنستبدل الغطا ده، نحط ده كده هنا ونحط ده هنا كده ونسيبه بس خلاص، هي بتستوي مع نفسها. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للمحاشي اليالنجي بالشكل اللطيف الحلو حضراتكم شايفينه ده كده. خدناه رصناه في الكسرولة الازاز، طبعا في الصوص، في البهريز، في دبس الرمان، في فليفر وفي طعم. كل القصه اللي انا بحط عليه شويه دبس الرمان كده، وادخله الفرن بقى شويه. شفت العسل اللي نازل ده؟ ده دبس الرمان، كرمله الدبس الرمان، الكرمله بتاعته زي ما هو كده، وادخله النار. حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاشي خلصنا منها زي ما هي كده. طيب نكمل موضوع الايه؟
المحشي بتاعنا نطلعه. اوبا نخليه هنا مفيش مشكله عشان مخرجنا شوف الصوره حلوه. اللهم صل على النبي. محاشي بالزيت، محاشي يا لينجي، فيها دبس الرمان عامل عمايله هنا يا فاروق. صل على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل على النبي. وفرت عليك وقت، مش محتاجه، هي محتاجه حاجه واحده بس للامانه، شويه زيت زيتون يتحطوا عليها كده، لان الاكله دي بتتاكل بارده كمان، يعني يا شيف ناكلها سخنه قول زي ما انت عايزه، بارده سخنه زي انت ما تحب. السلطه بتاعتنا شفنا مقاديرها يا استاذه رحاب بعد اذنك على الشاشه نشتغل فيها. طيب حاضر يلا. محاشي جميله، كوسه والبتنجانيه بشخصيتها حلو قوي. مطبخنا على شاشه القناه الاولى زي ما حضراتكم شايفين، في خبره طهويه حضراتكم تقولوا لنا، في معلومه غير معلومه بنشوفها كل يوم، في افكار بسيطه وسهله مع مرونة تعملي مطبخ لطيف وجميل متجدد، ده وارد. يعني نقول مع بعض رؤية فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.